اسمي ميرنا بامية، أنا فنانة وطاهية وعندي مشروع اسمه Palestine Hosting Society. الشغل بـ Palestine Hosting Society ببلش بمواضيع بدخل فيها بعمق، يعني بختار موضوع زي النباتات البرية بفلسطين وبروح على مناطق كتير مختلفة وبجمع الوصفات هاي عادة من الجيل اللي كتير أكبر، بجرب أفهم ليش اختفت هاي الوصفات، وبعمل قائمة طعام اللي هي بتكون الأساس تبع البرفورمنس والعشاء هاي. بحب أجيب هاي الأكلات وقصصها عشان نحن كفلسطينية نعرفها ونرجع نطبخها ويصير أصعب استلابها منا. فأنا بحس إنه في عنا مسؤولية ذاتية إنه نحن لازم نقوي صوتنا ونعلي صوتنا عشان يصير أصعب استلاب هاي القصص وهاي الوصفات منا، لأنه ممكن ياخدوا الوصفة بس فيش فيهم ياخدوا سنين من القصص اللي نحن لازم نرجعها لذاكرتنا كفلسطينيين.